دكتوره شادية. لا دكتوره شادية، انا عارفه الدكتوره شادية منظمه جدا وملتزمه. اتفضلي. بحبها قوي جدا. شكرا اعطاء الفرصه للكلام للمره الثانيه. فقط بحيي مجلس القومي للمراه على مجهوداته الدائمه منذ انشائه عام 2000 حتى الان، بدا بنشاط مكثف، لكن بدعوكم لجميع المجلس القومي للمراه برئاسه السفيره ميرفت اللوي طبعا، والمجلس القومي والمجلس مركز البحوث الاجتماعيه والجنائيه وكل من هو مهتم بمثل هذه القضايا، ان نتعاون معا وعقد عدد من الندوات موسعه لمناقشه المقترحين وما اذا كان سيضاف اليهم او سيحذف منهم الى اخره، وعلى ان يؤخذ في الاعتبار الجوانب الاوعى القانونيه الجوانب الاجتماعيه الاخرى. لحظه واحده، انا ما كملتش الدقيقه وربع. ردا على الدكتور ايمن لما قال تدريس عنده حق طبعا، لكن هو بيدرس اوريدي جديد. وردا على قضيه الحريات، انا بقالي 30 سنه بعمل في بشتغل بحوثي عن المراه وليه تاريخ طويل، ففرق السن بيني وبينه هو اللي عامل الحكايه دي. هو شاب متحمس جدا، فلازم نخليهم نوعيهم الحريه دي هي ايه؟ وعي كما تريد ما لاحظناه خلال 30 سنه شخصيا انا وكل البحوث، ان لا جدوى ما لم تبدا بنقاط تلاقي لا يختلف احد معك حينما تتحدث عن الانسانيه، تحقيق الانسانيه. انما الحديث دائما لابد وان اضرب راسي في الحيط، هذا ليس صحيحا. شكرا. شكرا. شكرا يا دكتوره. معانا الاستاذه نازلي الشربيني ولها باع طويل في قضايا المراه. فهي في الساحه، فهي القضاء الواقف كالعاده. اشكركم وباختصار شديد هقول 1 2 3 كده علشان الوقت يعني. العبره مش بكتر القوانين. العبرة بإعلاء دولة القانون واحترام القانون وتخفيض أو تخفيض الفجوة بين القانون وتطبيقه، ودي اللي بنشكو منه طول العمر. في قوانين زي الفل لكن عند التطبيق ما بيطبقش. نمرة 2، كانت الدكتورة بتقول في واحدة معانا، لا واحدة معانا قاضية ما رضتش تقول اسمها. ليه ما عشان الوقت بس، ما انا قلتش ليه يعني اشمعنى؟ ما هي اسم الله امل امل بيك الله. لا انا ما قلتش ولا اسم صراحه، لا لا ذكر ولا انثى. يا استاذه نازلي معانا امل بيك عمار مستشار. طيب ما قالش. ما انا قلت وعلى راسه. في نقطه يا فندم، عندما تعدى القانون العقوبات في مساله الغاصب والمغتصبه، وقالوا لما كان الاول اللي بيتجوز المغتصبه بيعفى من الجريمه من العقاب، تعدل بانه حتى لو تزوج برضه بيعاقب. انا بقى باعتبار هنا بحوث واجتماعي وجنائي، هل وصلتم الى ان بعد صدور هذا التعديل قلل من ارتكاب هذه الجريمه ولا لا؟ وده شيء مهم جدا عشان لما نيجي نسن قوانين نعرف مردودها ايه وهل ليها مردود ولا لا. وشكرا. شكرا. الدكتورة كريمة الجنحي اتفضلي. برضه يعني أذكر مرة للمرة العاشرة بالوقت عشان كلنا نستفيد. اتفضلي. طبعا أشكر جميع الحاضرين. أنا بس هقول على بعض الأحلام اللي إحنا بنتمناها في المستقبل على أساس المواد اللي إحنا تحقق اللي إحنا بنحلم بيه. فاحنا كنا بنحلم بشيء اخر فنتمنى ان هو يتم في المراحل القادمه. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا اتحفظ على طول المبادره اللي قدمها المستشار ايمن فيما يخص فتح القام بالتحرش، لان انا ممكن ده يعمل لي مشاكل في المجتمع، لان انا ببحث ان انا اللي عمل جريمه اشيل سبيته عشان ما تبقاش وصمه عار في تاريخه، عشان يعرف يشتغل ويعيش في المجتمع كانسان طبيعي. دي نقطه. النقطة الثانية إن إحنا عندنا فشل في تطبيق القانون، فبالتالي في أوقات كتيرة جدا اللي بيبقى ممسوك مش هو العقل. شكرا. ممسوك وحش. شكرا. خلاص؟ أنا أشكر.
بشكر الدكتوره سهيره على اعطائي الكلمه. ميرسي يا دكتوره. انا بس في تو بوينتس عايزه اتكلم فيه. واحده، انا كنت عملت بوز على ادراك العنف ضد المراه في جمهوريه مصر العربيه، فللاسف في الصعيد وفي في الريف كانت كتير قوي من البنود، سواء ان المراه بتتعرض للباترينج للضرب، فبيبقوا شايفين ان ده اوكي، سواء كان من الاب او الزوج، وان ده مرتبط بالدين فده محتاج انه يتعدل، او سواء انها تتعرض للتحرش او الاغتصاب، بيبقوا شايفين ان المراه هي المسؤوله ان هي عرضت نفسها لده، فده برضه محتاج ان هو يتعدل. فنظره المراه للمراه اللي زيها شديده القسوه. حاجه ثانيه، من ضمن الاثار المرتبه على العنف، سواء ان بتتردد علينا في العيادات النفسيه، بيجي لهم قلق واكتئاب واضطرابات سيكسوماتيه، فده بالنسبه للناس اللي هي الطبقات المتوسطه اللي تقدر تروح للدكاتره وتتعالج. في مشكله عند المراه المعينه دي، محتاجه انها تاخد رعايه كافيه، عشان دي بتتعرض لكافه اشكال العنف الجسدي والنفسي والجنسي. شكرا.